الموضوع اللي راح أتكلم لكم اليوم عنه هو الكاميرات. الكاميرات في محلك. ليش الكاميرات في محلك؟ تعرفون في كل محل، في كل زاوية من المحل لازم يكون عندك نظرة على المحل، كاميرا تغطي الزاوية هذه. في بلاك سبوتس في بعض المحلات، الشباب يعرفون، التجار يعرفون شي يعني بلاك سبوت، في بعض الأماكن ما تغطى فيه بالكاميرات، يكون فيها إشكالية. كل زاوية من زوايا محلك لازم تتغطى بكاميرا، لسبب راح أقول لكم إياه. الكاميرات شيء أساسي في المحلات يا جماعة. أنا ما راح أدخل لكم في الكاميرات وأساسية وجود الكاميرات، لكن راح أربط الموضوع في التحكم عن بعد. شو راح يخلي يفيدك التحكم عن بعد في موضوع الكاميرات؟ وممكن أدخل لكم في موضوع الكاميرات بشكل تفصيلي شوي بس. فيا أخوان، موضوع الكاميرات بعد جدا مهم، لأن بعطيكم سبب لوجود الكاميرات. أنت مش موجود في المحل طول اليوم، صحيح ولا؟ معظمنا كتجار مش موجودين في المكان طول اليوم. في شق محتاج إن أنت لا سمح الله حصل عندك شيء في المحل، حصلت إشكالية في المحل، وتبغي تعرف شو السبب، ليش صار هذا الموضوع. واحد طب طاح، واحد تخرطف، واحد كسر شيء، واحد لا سمح الله، يعني تعرف من هذه الناحية أنت تكون أمنت نفسك. لكن اللي أنا أبغي أركز عليه هو شق الموظفين، الموظفين وتعاملهم مع الكاش. تعرفون أنتم يوم تشترون، تصير تشتري من عند المحل، شو يعطيك أول شيء؟ يعطيك شو؟ يعطيك فاتورة. شوفون هاي اللوحة اللي مكتوبة في بعض المحلات، إذا لم تستلم الفاتورة فطلبك مجاني. شو سببها؟ حد يقولي شو سبب هاي اللوحة هذه؟ وايدين يمكن يتحرون إنه والله ممكن كذا، يعني مكتوبة عفويا من صاحب الشسمة، صاحب المحل، أو والله بيعطيك شيء مجاني. لا لا لا، هذه الغرض منها انت كانك ياس تراقب المحل، انت كزبون كانك ياس تراقب المحل، تراقب الموظف. هل الموظف اعطاك فاتوره ولا ما اعطاك فاتوره؟ هو يبغي الموظف يعطيك فاتوره. اذا اعطاك فاتوره الموظف معناته دخل الفلوس في النظام، دخل ريكورد، دخل قاعده بيانات انه انباع هالكثر من المنتجات، ودخل في النظام، معناته الاونر المالك يروم يعرف انه انباع. لكن اذا ما اعطاك فاتوره، ما اعطاك فاتوره معناته الفلوس هذه ما عليها ريكورد، ما عليها بيانات، الاونر المالك ما يعرف انه انباع شيء، فممكن الموظف يتلاعب. تحصل عند كل التجار، سألوا كل التجار. فيا اخوان، انتم كزباين دائما يوم راح تروحون المحلات، إذا الموظف عطاك فاتورة، إحنا التجار نصير بعد إحنا أرواحنا زباين، فلما يعطيك فاتورة معناته إنه حط الـ 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 الفلوس في النظام. ما عطاك فاتورة معناته هوب ستوب، ترى في شيء غريب في الموضوع، ممكن إن الموظف ياس يتلاعب. وإذا تعرف راعي المحل، ترى دق له تليفون قول له ترى انا سرت محلك وموظفكم ما اعطاني فاتوره. فيا اخوان، انتم كزبائن يوم راح تروحون المحلات، انتم تجار معظمكم اللي تتابعون او مقبلين على التجاره، يوم راح تروح محل تاكد انه يعطيه فاتوره. ما اعطاك فاتوره تقول له هوب اصبر، شو السالفه، ليش ما اعطيتني فاتوره؟ او انه اذا انت تبغى تمشي الموضوع مشى، وبس اذا عندك علاقه مع راعي المحل، اذا ما عندك علاقه لا اقول له عطني فاتوره، اذا عندك علاقه مع راعي صاحب المحل دق له التليفون قول له ترى فلان كذا 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 صار وياي، وخلي الموضوع على راعي المحل. يمكن الموظف ناسي، يمكن ويمكن، ولكن من حق راعي المحل اذا تعرف انه يعرف انه ترى الموظف ما اعطاك فاتوره.
مثل ما قلت لهم اذا ما اعطاك فاتوره معناته ما دخل المعلومه في النظام، ما دخل المعلومه في النظام معناته الفلوس صارت في الهواء. ويوم الفلوس تصير في الهواء يا جماعه الخير شو يصير؟ كثير من المطاعم في نهايه اليوم يصير عد للكاش، حساب كم 100 كم 500 كم 20 كم 10 كم 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 التوتل. التوتل طلع 5000 10000 خلينا نقول 5000 طلع كمطعم يبيع، فرضنا 5000. الموظف احيانا يكون عنده اكسس على المبيعات، طالع المبيعات 4500 في زياده عنده كم يا جماعه الخير خبروني؟ 500 درهم. الحين الموظف امانته امين بيقول لك ترى سير في 500 درهم زياده، ما بامين 500 وين بتروح؟ انتوا جاوبوا انا ما بجاوب. خلي نرجع لموضوع الكاميرات يا اخوان، اعطيتكم انا سبب من الاسباب او نوع من التلاعب اللي يصير في الفلوس في الكاش اللي يدخل. الحين عندك كاميرات انت في المحل، ما عندك كاميرات او عندك بلايند سبوت او عندك، بقول لكم وايد امور. يعني انت الكاميرات تشوف فيها النوتس هذه الفلوس، على اقل تقدير اقول لك على اقل تقدير عندك لو كواليتي ميديوم كواليتي، انا مو لو كواليتي ما انصح، ميديوم كواليتي كاميرات تغطي كل زاويه من زوايا محلك، كل زاويه، ما يكون عندك بلايند سبوتس. بلايند سبوتس معناته عندك مجال لتلاعب الموظفين. اعطيك اياها من الاخر، واحنا جربنا عشرات السنين في هذا الموضوع. مجرد ما يكون عندك بلايند سبوت، بلايند سبوت يعني نقطة ما تغطيها الكاميرات. مجرد ما يكون عندك بلايند سبوت، نقطة ما تغطيها الكاميرات، فتحت باب للتلاعب. فباب كبير بعد للتلاعب، ما بصغير. سواء كان ان الموظفين يندسون في البقعة هذه اللي ما فيها ما تغطيها الكاميرات، او يصير فيها تلاعب مالي. هذه الميديوم كاميراز، ميديوم ريزولوشن، النوعيات المتوسطة. من النوعيات اللو بعد بضيع عمرك زيادة. إذا أخذت نوعيات هاي كواليتي خصوصاً على الكاش، أقول لكم يا جماعة الخير على الكاش حاول قد ما تقدر تكون الكاميرات هاي ريزولوشن. لو تروم تشوف كم النوط مال النوط كم 10 ولا 100 ولا بعد أفضل وأفضل. لو تروم تشوف لون النوط بعد أفضل وأفضل. كل ما كانت الكاميرات على الكاش أدق كل ما أفضل لك. ويوم بتغطي الكاش يا جماعة الخير غطى من أكثر من زاوية، لا تغطي من زاوية واحدة. أنا بقول لك الموظف هذه ماكينة الكاش يوقف مجاب لنا، وين الكاميرا؟ الكاميرا ورا، يعرف سوالك، هو سوالك بلايند سبوت. أنت ما عندك بلايند سبوت أعتقد يسمونها. انت ما عندك نقطة ان ما تغطيها كاميرا، لكن ياك الموظف وقف قدام الكاش ريجستر، الكاش هذا مال شو اسمه اللي يدخل فيه الفلوس، وقف قدامه غطى على الكاميرا، غطى على الكاميرا معناته انت ما بعارف شو قاعد يصير في الكاش. اقول لكم شفنا قصص في هذا الموضوع، قصص احيانا تنكتب فيها كتب في هذا الموضوع. اذا يعني واحد قال لي ركبنا كاميرا هاي ريزولوشن، ميديوم ريزولوشن، ركزنا على البلايند سبوتس، ركزنا على الامور هذه اللي قلت فيها يا ابو عبد الله انه ولا تخلي الموظف يغطي على الكاش وخلصنا، الحين شو نسوي؟ خلاص نترك الكاميرات نودرها مثل المحل وخلاص؟ لا، هذه بدايه المشروع، هذه بدايه هاي تمكنك من الخطوه الثانيه. والخطوه الثانيه بخبركم فيها طبعا، بالاضافه الى انا يوم اقول لكم خطوه ثانيه في الكاميرات، انت لا تغفل عن المشتريات ولا تغفل عن الامور الثانيه. الكاميرات ما بكل شيء، الكاميرات تساعد الامور الثانيه. بخبركم بعض الشباب شو يسوون وبعض الشركات شو تسوي، بعض الشركات الكبيره. في شركات تعين مختصين من برا اوت سورس يراقبون الكاميرات هذا هذه المهم هذه. في شركات اعرف انا شركات وشباب يجيبون موظفين من اوت سورس يراقبون الكاميرات هذه، ما بلايف يراقبونها ريكوردد في نوع من الدي في ار او الان في ار نتورك الجديد هذا،
اول يسمونه دي في ار، يسجل على هارد ديسك. فكل يوم شي يستوي، يصير العام الدرايفر ياخذ الهارد ديسك هذا يوميا اسبوعيا، ياخذه من المحل ويجيبه للمكتب. في المكتب في شخص عنده نفس الان في ار او الدي في ار هذا، يحط الهارد ديسك في الريكوردر كانه شريط. الموظف اللي في المكتب اللي يراقب شيء يسوي، ياخذ الهارد ديسك هذا يحطه في الان في ار او الدي في ار اللي عنده، ويطالع ال 24 ساعة او ايا كان، اذا اخذها بعد اسبوع يطالع اسبوع، اذا اخذها بعد 24 ساعة يوم يطالع يوم، يطالع اليوم هذا بشكل سريع فاست فورورد، يطالع ال 24 ساعة يمكن خلال ساعة ساعتين ثلاثة بالكثير. المراقب هذا الموظف شو هدفه بدايته غير عن كواليتي كنترول للامور هذه؟ اول هدف انه يشوف الموظف اللي واقف في المحل عطى فاتوره ولا لا. في ابسط الاحوال عطى فاتوره معناته دخل الريكورد في السيستم، ما عطى فاتوره معناته ضاعت الفلوس. هذا شكل واحد من اشكال المراقبه، سواء بتعين موظف بتجيب لك اوت سورس. احنا جربنا الاثنين، احنا يا اخوان جربنا الاثنين، وكانت بالنسبه لنا مساله تكلفه، وين التكلفه اكثر هذا ولا هذا؟ انت تحسبها، بتجيب اوت سورس يكلفك اكثر، بتعين يكلفك اكثر، احسبها وشوف. ولكن اذا عندك يعني اكثر من محل وانت ما بقادر تتابع، بعطيك حسبه بسيطه. الموظف اللي تجيب اوت سورس هالايام كلف 4 إلى 5 آلاف، بتعينه ما يعرف كم هذا، انت وكيف تفاصل ويا الموظف. تقريبا 4 إلى 5 آلاف اذا ما زاد. انا اتكلم لكم هالموضوع مال سنه قبل، مو بسنتين، 5 آلاف تقريبا يكلف. انت لو مبيعاتك 7 آلاف في اليوم، وما وفي تلاعب في المبيعات تحرها ال 5 آلاف كل يوم، في كم يوم ممكن تضيع عليك؟ انتوا جاوبوا. 30 يوم في الشهر، زين 30 يوم في الشهر، احسب انت من 7 من 5 آلاف يبيع المحل في اليوم، كم هذه 30 من 5 آلاف، 5 × 3 150 ألف. 150 ألف لو الموظف كل يوم يسرق له 500 في اليوم، خلال كم يوم بيطلع ال 5 آلاف الموظف؟ 5 آلاف 20 يوم. موظف يطلع يمكن أنت تدفع له 3 آلاف درهم في الشهر، يطلع 5 آلاف من وراك. نحن ما مثل ما قلنا في بداية الموضوع، مثل ما قلنا خل عندك ثقة في الموظفين، لكن تأكد من المعلومة. مو غلط ترى ولا طعن في ثقة الموظفين ابدا، ايا كان الموظف اللي عندك، تأكد من المعلومة يا اخي. الموظف مو بنته، مو براعي الحلال، تأكد من المعلومة. اقول لك تأكد تأكد تأكد، لو بقولها لك 100 مرة بعد ما وفيها حقها الكلمة، تأكد يا اخي من المعلومات. فالكاميرا يا اخوان او الموظف اللي في المحل راح يراجع ال 24 ساعة خلال فترة قصيرة، بناء عليه بيتأكد هذا الموظف عطى فاتورة ولا لا. إذا عطى فاتورة دخلت المعلومة في النظام، معناته أن المالك عنده خبر. خلاص تقريبا أنا أقول لك 95%، إنزين وصلت قدرت تسيطر على موضوع الكاش ريجستر. في برامج ثانية يا أخوان أونلاين، هاي البرامج يا أخوان تسجل، تعطيك المعلومة بشكل مختصر. أنت ريال ما تبغى تجيب موظف، شو يسوي البرنامج؟ فرض أنت ما قلت أنا ما بتكلف 5 آلاف وايد وأبغي طريقة ثانية، أقول لك ما عليه فيه، ولكن بعد ما تدفع ما في شيء ببلاش. في برنامج أونلاين يتيك شركة هنا اللي يبغي انا اطرش له الاسم، بس يتواصل يا يعني الخاص وانا اطرش لك الاسم. في شركه
شو تسوي هاي؟ تعطيك جهاز، جهاز يسجل. الجهاز هذا ذكي، ما في جهاز ذكي ولكن مبرمج، يلا خلينا نقول الذكاء الاصطناعي جايين له، مبرمج. شو يسوي هالجهاز يا اخوان؟ يدخل على الكاش ريجستر ويشوف المعاملات المشبوهه، يطرش لك عليها فيديو. منو يحدد المعاملات المشبوهه؟ انت تحدد. فرضا تقول للشركه هذه انا ابغي كل معامله قيمتها صفر او ديسكاونتد، بما معناها ان الفاتوره صارت صفر، طرشوا لي فيديو. طرشون لك فيديو مختصر، انت تبغي تتاكد بعدين تدخل على الفيديو كامل، ولكن بدايته طرشون لك فيديو صغير انه والله صارت ترانزاكشن، صارت معامله قيمتها صفر. قلت لهم طرشوا لي معامله اي شيء ديسكاونت 50%، طرشوا لي فيديو. طرشون لك فيديو كل شيء 50% ديسكاونت، يوصلك فيديو صغير على الايميل انه والله في 50%، ويوصلك يوميا تقرير مختصر على المعاملات المشبوهه. وفي امكانيات اكثر عن كذي بعد ترى يا شباب، عفوا، في امكانيات ان الجهاز يتعرف اذا صارت ترانزاكشن وما في زبون، او يا زبون وما في ترانزاكشن. يعني شو بالانجليزي طبعا هسه اقولها، انا بقول اخبركم بالعربي. اذا زبون يا وما حصلت معامله في الكاش ريجستر، او حصلت معامله وما كان في زبون، في حالتين يقدر يعطيك تقرير عليها، تقرير مختصر. خليني اعيد لكم المعلومه لان المعلومه هاي وايد مهمه، والنظام انا عيبني صراحه، واعتقد تكلفته ما كانت كثيره، بس يتسهل عليك اذا ما كان عندك وقت تتابع الموضوع بشكل يومي، او ان يعني عندك وقت بسيط بشكل يومي تتابع فيه الموضوع هذا، البرنامج هذا راح ينفعكم. مثل ما قلت لكم، اللي يبغي البرنامج، اسم البرنامج يكلمني انا بعطيه، او يتواصل معي على الخاص على الواتساب انا بعطيه اسم البرنامج. هذا البرنامج يا اخوان مثل ما قلت لكم يعطيك سمري يوميه بالمعاملات المشبوهه. المعامله الاخيره اللي قلت لكم فيها ان لو يا زبون وما في معامله في الكاش، او في معامله في الكاش وما في زبون، الحالتين ممكن يكون المشبوهات. فهذا النظام ممكن يتعرف على هذه الحاله ويطرش لك تقرير بها في الملخص اليومي. بالطريقه هذه انت لو قلت لي انا ما برايي ما يجيب لي شخص ادفع له 5000 ويتابع الامور هذه بشكل شهري، مع انه لو كانت مبيعاتك عاليه انا انصح ان تتوجه الى هذاك الاتجاه. اذا كانت امورك بسيطه وما تبغي، روح دور لك شركات ابسط عن انك تعين موظفين وتسوي لك الموضوع هذا وتعطيك تقرير شهري. فيا اخوان الموضوع جدا مهم، ومن تجاربنا في هذا الموضوع نقول لكم تأكدوا من الكاميرات، تأكدوا من دقة الكاميرات، تأكدوا من وجود متابعة للكاميرات. مو بأن ركبت كاميرات وتركتهم، بيكون وجود الكاميرات كعدمه، مجرد أن لا سمح الله حصلت حادثة، حصل شيء في المحل، بترد للكاميرات وأنت ما بعرف شو قاعد شو يالسين الموظفين يسوون في المحل. ف نوعية الكاميرات، الكواليتي، دقة الكاميرات، الزوايا، البلايند سبوتس، الزوايا اللي ما تنشاف بالكاميرات ركزوا عليها، ركزوا عليها. ليش؟ للأسباب اللي خبرتكم عنها. وأرد وأقول الكاميرات اللي على الكاش لازم تكون جدا دقيقة. صرف يا أخي فلوس في بداية مشروعك راح تنساه بعدين، ترى ما راح تحس فيه، ولكن راح يوفر عليك فلوس بعدين. خلي الكاميرات اللي على الكاش دقيقة، وخبراء الكاميرات راح يقولون لكم لو تروم تشوف النوت كم، لو تروم تشوف لون النوت شوفه، واذا تروم اكثر من زاويه تغطي فيها الكاش بعد افضل وافضل. فيا اخوان ركزوا على موضوع الكاميرات، يبوا مختصين في الموضوع هذا، يبوا ناس تفهم، اسالوا اصحاب الخبره في هذا المجال، راح ينفعونكم ويفيدونكم قبل لا تبتدون. خلي الخبراء يسوون لك هذا الموضوع. يكلف بدايته؟ نعم يكلف، ما في شيء ما يكلف، ولكن يوفر عليك فلوسك جدا، يوفر عليك مجهود وفلوس والامور هذه كلها، ومشاكل وتعب
ومشاكل وبلاوي. ف هذا موضوعنا اليوم، يعطيكم العافية ولنا لقاء يا اخوان.